بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا مساء الورد، مساء الورد والشوق، ازيكم يا بنات؟ كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بصحة وسلامة. طولنا الغيبة، معلش بعتذر منكم، لكن بيقولوا شنو الغايب عذر معاهم. والله بس شوية ظروف يا بنات، ما قدرت أنزل فيديو كم يوم، يعني تقدروا تقولوا يعني بعافية شوية. اليوم قلت اجيكم بفيديو ظريف لطيف خفيف. المهم الفيديو هعمل صحيت الصباح كده قلت خلاص كفايه تعب، كفايه ترخيمه، وكفايه كسل، حبيت اعمل اليوم كده روايح طيبه في البيت. عملت اليوم شويه معجنات، تعالوا اوريكم للبنات اللي قالوا لي دايرين وصفه العجينه. انا نزلتها كم مره بس انتوا اظن جداد حبابكم. اول حاجه جبت 3 كوب من الدقيق، عندي معلقه كبيره خميره، عندي معلقتين حليب باودر، وعندنا 3 معالق زبادي، وعندنا رشة ملح. العجنة دي بتقدر تعمل بيه بيتزا، بتقدر تعمل بيه فطاير، بتقدر تعمل بيه خلية نحل. تمام، العجنة دي ممكن نعمل بيه سينابون، ممكن نعمل بيه دونت، هو ممكن، لكن عجنة السينابون والدونت والحاجات دي بيكون محتاج شنو؟ بيض، لأنه لازم يكون هشم شديد من جوا. أما لكن العجنة دي بتقدر تعتمديها زي ما قلت لك في البيتزا والفطاير وخلية النحل وكذا. تمام، زي ما انتوا شفتوا هنفرد العجين بالزبادي. بعد ما فردناه بالزبادي هنجيب موية دافية، الموية تكون دافية، الموية سخنة حيقطع الخميرة، حتقطع الموية باردة برضو الخميرة، ما يعني العجنة ما حتتخمر معاك. تمام، شايفين انا بشيل الموية بيدي كده شوية شوية وبفضل عجن. العجانة صراحة انا ما حبيت العجانة، ما عارفة حسيت انه ما عارفة ما حبيته ولا شنو، عموما ما حبيت، بحب كده عجن بيدي. وشوفي لما تحسي انه العجنة كده قوية، نضيف نضيف نزيد شوية موية، نضيف ما تضيفي ولا موية ولا اي حاجة، افضل عجن فيه وحيتلمى. بعد شوية زيت في يدي واصل عجن، يعني كل ما في الموضوع انك انت بس تعجني. تمام، صحيت الصباح قلت خلاص اعمل لهم شويه فطاير كده، لانه اليوم في المدارس عملت لهم سندوتشات عاديه جبن، قلت اعمل لهم شويه فطاير بفيدهم في المدرسه يعني مع الزيادات، وكمان في الغداء يعني يجوا الاولاد جعانين من المدرسه اول شيء بيسالوك عملت شنو. المهم خلصت خلاص عجنت لحد ما يتخمر، قلت اعمل لي بسكوتين سون. البيض برضه طولت، ما عملت لهم بسكويت وما عملت لهم كذا، يعني فهمتوا لو في بسكويت ينسون او حاجات زي دي سهل يعني ما بيسالوكي. الوصفه طبعا معروفه، لكن البنات اللي اشتركوا جداد عندنا وصفه رهيبه شديد لبسكويت الينسون نديكم. عندي 3 حبات بيض، اذا البيض عندي صغير جيبي 4، اذا الحجم مناسب 3 بكفي. تمام، عندنا 2 كوباية سكر، 2 كوباية زيت، معلقه كبيره باكنج بودر. تمام، هنخلط البيض والبيض والسكر مع بعض، بعدين هننزل بالحليب شويه شويه، واخر شيء اليانسون والباكنج بودر مع الدقيق. طيب مقدار الدقيق يا دلال؟ الدقيق ما بالمقدار، على حسب نوع الدقيق اللي عندك. بعد ما تخلطي هتجيبي البوله بتاعتك تنزلي بالخليط، بعدين الدقيق شويه شويه، انزلي بالخليط وبعدين الدقيق، يعني ما تحطي الدقيق وتمشي تنزلي بالخليط، لانه شنو نوع الدقيق بيفرق. تمام تمام، ينسون والخليط والباكنج بودر والدقيق شويه شويه، ممكن ياخذ معاك زي 1.5 كوب كده، يعني انا البيكر قاعد ياخذ مني كده مرات، ايوه البيكر الازرق. تمام، عملت بسكويت ينسون، عملت لهم الفطاير، وكان برضو اسماعيل الله يدي العافيه كل مره يا ماما خليت تعملي لنا الحلا، خلي بطلت تعملي حلا، عملت لهم حلا برضو خفيف وبارد، بينفع كمان للضيوف وبينفع للاولاد. المهم حبيت اشارككم الحاجات دي لانه الايام دي ما قاعده انزل روتين صراحه، انه المشكله انه حبيبتك بعافيه شويه كانت تعبانه شويه الفتره اللي فاتت، وما عارفة أنا يعني الزعل الشديد بيظهر فيني سريع، يعني أنا حبوبة دي يعني ما عارفة علاقتي بها قوية جدا 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 جدا، يعني بريدة 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 ما مبالغة، حتى هي يعني كل أحفادكم وأنا كوم تاني، فهي الله يعني يديها العافية ويجعل مرضها كفارة ذنوب، يعني زي ما بقولوا خلاص يعني إنه هي خلاص بقى ما فيها حيل، الله الله المستعان. المهم عملت لهم البسكويت وبفرده في الصينية كده، شوفي قبل ما تدخليه الفرن خليه مسافة، خليه مسافة برا، مسافة ما الفرن يتسخن شغلي الفرن فوق وتحت مع بعض عشان يطلع لك بمستوى واحد. تمام، على درجة حرارة 200، وحد حيقعد معاكي تقريبا زي 20 دقيقة، انا ما حمرته شديد عشان تاني انا بحب يعني انه حق البيت بعمله يعني كده، ما بحبه احمر شديد عشان حيدخل الفرن تاني للمرحلة التانية، بتقطعيه
الشكل ده، وبيطلع معك أحلى بسكويت ينسون، ممكن تاكليه وقت الجوع، في أي وقت ممكن تاكليه مع شاي حليب، المهم خفيف على المعدة يعني. تمام، بتقدر تقللي كمية السكر، ما شرط نفس الكمية للناس اللي بيحبوا السكر الخفيف. بيطلع معانا بعد التحميرة بالشكل ده. مسافة ما البسكويت خلصت منه، هناك كان العجنة شنو اتخمرت خلاص، عملت له اسمه شنو ده حشوة بسيطة شديد، الحشوة يعني بسيطة جدا لكن حلوة، حلال لذيذة شديد برضو. بس الحشوة بتاعت العجنة هسه حوريكم. تمام، هنا كانت خلاص اتخمرت للمرة الثانية لأنه كنت قاعد أخلص البسكويت. تمام، شوفوا العجنة دي رهيبة كيف، وما بيمسك في يدك ولا بيمسك في الصحن ولا أي حاجة، وده كله من إنك أنت بس تعجني كويس وما تكتر الموية في العجن، ما تكتر الموية. تمام، بس بعد ده ممكن تعمليه بلحم مفروم، ممكن تعمليه بزعتر، ممكن تعمليه بجبن كيري، ممكن تعمليه بدجاج، المتوفر عندك. انا عملته بالجبن، الجبن اللي هو جبنة فيتا، ومعاه الفلفل الحار ده، الفلفل ده تركي بتجيبيه من اللولو ورخيص يعني، العبوة دي بيمشي معاكي كتير، معجون فلفل اسمه، في منه تركي في منه سوري، وده نوع الجبنة اللي استخدمته. تمام، وخديت معاه زيتون، وخديت معاه كمان فلفل اخضر. تمام، ودول اختياري، وزي ما قلت لكم بتقدري تحشيه باي شيء انت دايراه. انا صراحه كنت ناوي اعمل لهم كله على شكل كرسون، لكن ما فيني حيل الايامات دي يا جماعه، حاسه روحي شنو التعب، السهر اللي كنت بسهره مع ياسين الفتره اللي فاتت دي كلها بدا يظهر فيني، يعني بدا يظهر فيني بصوره كعبه شديد. يعني زمان انا مساهر لحد مثلا معاه الساعه 3 وخلاص، يعني لحد مثلا الساعه 7 كده بكون نمت، لكن هسي مثلا ثاني بصحى الساعه 5:30 كده، بصحى عشان اطلع الاولاد المدرسة، ففجأة حسيت روحي لا تعبانة شديد، ما قادرة، والصداع ده معزلني، مشيت عملت فحوصات يعني خفت، لانه انا اول مرة اتعب كده. وحتى اليوتيوب يعني ما امبارح بس زهدت وكده فتحت بس تونست مع البنات، وفوق ده كله يا هو مرض حبوبة، يعني مرض حبوبة ده وترنا شديد. فبس والله ده سبب غيابي انه انا ما قعد انزل فيديوهات الفترة اللي فاتت، الايام اللي فاتت. فان شاء الله الايام الجاية بننزل فيديوهات، بننزل روتينات، لحد ما الواحد كده يحس بروحه بقى كويس. يعني الواحدة ما تضغط على نفسها في اي حاجة، ايوة نعم هو شغل، وانه انا بطلع على بنات وعلى اخوات وعلى امهات على كل شيء، برضو انا ذاتي يعني سبحان الله مؤثر فيني شديد، لكن شنو ما قدرت، ما ابدا ما قدرت. فقلت شنو يا دلال انت ما بحاله ما كويسه ما تنزلي فيديو، ان شاء الله ربنا يشفي الجميع ويعافي الجميع، عشان كده الواحده تحاول قدر ما تقدر تحافظ على صحتها. يعني انا والله سبحان الله قدر ما انه انا الفتره اللي فاتت بساهر مع ياسين، لكن شنو ما يعني ما زعلانه للسهر، بس الفتره دي عشان المدارس بقيت يعني السهر دي بقى يتعبني شديد معاه، وهو المشكله انه ما داير ينوم، يعني ما داير ينوم سبحان الله، اوقات نومه مختلفه تماما. حتى الدكتور قال ده شيء طبيعي بنسبه 1% من الاطفال قال كده، حتى الدكاتره قال حاولوا يكتشفوا الحاصل ده وما بعرف شو، قال ما اعرفه، قال ما عندك اي حاجه، ما عندك اي حل الا انك انت تصبري لحد ما يكمل الشهر الخامس. فيلا ان شاء الله الشهر الخامس كمان قربنا اللي هو الشهر الجاي، يعني المهم شايفين الفطاير عملتها كيف. وبالمناسبه حتى الفطاير دي كنت دار اعملها اشكال تانية واشكال جديده وكده، وين ما في حيل، انا اللهم بس قلت شنو اطيب خاطر الاولاد ديل اعمل لهم حاجه كده. وبعدين انا البيت ما بحب البيت يكون كئيب، ما بحب الاولاد يجوا من المدرسه ما يلقوا حاجات طيبه كده ياكلوها، فبحب انه الحركه. شفتوا لما يجوا داخلين من المدارس عملت شنو يا ماما، يلقوا حاجه حلوه ياكلوها. الاولاد الكبار عبد الله يجي اول شيء قبل ما يطلع الجامعه بيسالني هتعمل شنو في الغداء، ان شاء الله هعمل لكم حاجات بتحبوها، جا من الجامعة عملت لنا شنو. فما بحب يعني بحب انه دايما يكونوا مبسوطين، فمساكين الايام دي عشان تعبت شوية هم واقفين فوقي، نجيب لك شنو، دايرة شنو، انا اعمل لك شنو. فاليوم قلت خلاص اقوم اطيب بخاطرهم شوية. المهم ده كان شكل الفطاير، حلوة 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 شديد في اللانش بوكس، لو خدت اليوم قطعتين من الفطاير ومع كيك مثلا او اي حاجة حلوة كده، ومعاه عصير وموية وخضار بكفي. يعني الفطاير بشبع ما زي الكرسون، يعني الفطاير المعمولة في البيت يا جماعة سبحان الله بشبع، وغير كده ريحة الخبايز ريحة الفطير في البيت سبحان الله بدي طاقة حلوة شديد، انا بحس انه طاقته حلوة شديد ريحة الخبايز والبسكويت،
يعني ما عارف، احس انه الاجواء كده حلوه شديد في البيت، في اجواء بتعدفه كده. فربنا يدي كل الامهات الصحه والعافيه، وربنا يعافينا ويعافيكم ويكفينا شر الامراض زي ما بيقولوا. شايفين كرسونات عملتها صغيره صغيره كده، وشايفين الحشوه من جوه كيف، وبعدين لما تاكلوها هي سخنه كده، لازم تعملوها لاولادكم لازم. بعد ده قفلت لهم جزء في الحفاظه وجزء خدت لهم برا، وبعدين قلت خلاص الحالة اللي بيطلبوا الأولاد دايما حالة بارد، تمام. يلا شوفوا سبحان الله الحالة دي أنا طولتها جدا جدا، ما عملت لهم الصراحة يعني. واسمعي ما شاء الله ذاكرة ما داري ينسى، انتي ليه خليتي تسوي لنا اللي الحالة اللي ما بعرف انه بتكلم لي كده مرات، انتي ليه خليتي تسوي لنا حل الاوليو ما بعرف. قلت بطل دلع بطل دلع بطل دلع يا ولد، فبحنكني يعني. فقمت عملت لهم سهل لكن لذيذ لذيذ. لما تكون عندك ضيوف اعتمديها. انا كنت عندي حليب محلى شويه، ما شرط يكون كثير، عندي علبه قشطه وظرف بتاع دريم ويب، على حسب من نوع دريم ويب ممكن تزيدي، تمام. عندنا بسكويت اوريو وكوبايه حليب، وعندنا 4 حبات من جبن كيري. كل اللي حتعمليه حتشحني البسكويت، وما شرط تطلعي الابيض. في ناس طبعا ما شاء الله على طول بالهم بيفتحوا الاوريو بيطلعوا الابيض وما بعرف شنو، ما ضروري، تمام. صحنت البسكويت بيعمل لك كميه مناسبه يعني، انا عمل لي زي كم صحن كم كاسه يا ربي من ال يعني قولوا زي 7 8 كده تقريبا. خلاص صحنت البسكويت، حنخلط حنعمل الخليط الرهيب يعني. اعتمديها في الحلويات، بتجيب الجبن والقشطه والحليب المحلى ودريم ويب وحليب سائل. انا هنا نسيت اصور لكم ظرف بتاع كاستر كراميل، لانه احنا ما بنستخدم سكر فحنستخدم ظرف كاستر كراميل. تخلطيهم الجبن بدي كده مع الحلى، بيكون غير انه بده قوام، بدي قوام بديه كده طعم كده رهيب شديد، الطعم رهيب شديد. وممكن تعمليه تقيل يعني، لو دايره يعمل يكون تقيل ممكن تعملي تزيدي جبن كيري ومعاه دريم ويب. لا عاوزاه خفيف كده زي اللي انا هعمله كله، لانه كل ما قاعد في الثلاجه بتلمع، تمام. تخفف الجبن والدريم ويب حلو شديد. ممكن تبدل الاوريو باللوتس، ممكن باي بسكويت عادي، ممكن تجيبي بسكويت عادي بتاع شاي تسحنيه وتزيدي معاه زبده، يعني اي حاجه اي حاجه بحبها، ممكن كيك عادي برضو. المهم حاجه حلوه كده يعني، زي ما بيقولوا دائما الحلويات والحاجات زي انا بقول لهم بيرفع هرمون السعاده. ما عندك كيس حلواني اخليه؟ لا اجيب كيس عادي افضي فيه الـ 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 الخليط، بعدين اوزعه في الكباب عشان ما يوسخ الدنيا، تمام كده. وما شرط نعمل الحاجات دي، لانه الحاجات الحلويات دي يعني بشبع سريع، شفتوا بصدم الواحد كده سريع. فعموما دي حاجات بسيطة عملتها عليهم، بتمنى تعملوها لأولادكم، بتمنى تسامحوني على انه الفيديوهات زي ما الفيديوهات اللي بتحبوها، لكن ان شاء الله زي ما بيقولوا البني ادم بعذره، ان شاء الله بنرجع بطاقة حلوة بعد ما الواحد يرفع عافيته. والله خفت على نفسي جديد، قلت امشي اعمل فحوصات، انا يا ربي عندي شنو، انا مالي وما بعرف شنو. فالحمد لله الفحوصات كانت كويسة، بس قال لي شيكي بتاع الانف والاذن ما بعرف شنو، ما عارفة اقول لكم شنو، بس الحمد لله. لكن اكتر شيء انا موترني واكتر شيء متعبني صراحة مرض حبوبه. كمان يمكن انا بقول الصداع الكثير ده لانه يوم ما قالوا لي حبوبة دي تعبانة وما بعرف خيلاني جوها وما بعرف كذا، دخلت في نوبة بتعبك كده ما حتتخيلوا يا جماعة. الغربة دي صعبة 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 كده بصورة ما طبيعية. ربنا يعني ما عارف، ربنا بس يلمنا مع احبابنا واهلنا، ربنا يصلح حال السودان يعني. لو زي زمان الواحد اقرب شنطه تخوتي فيه وعبايتين وتبقي مارقه، عشان تسلمي عليهم تطمني وتجي، اكين وين، ما في طريقه انت تموتي قهر، بس ما في طريقه يعني. انا يوم امي قالت لي، امي عشان بتعرفني متعلقه بحبوبه كلمتني يا دلال، قالت اصلا الموت ده ما كلنا حنموت وما بعرف شنو يعني. قلت لها امي مالك انت حبوبه تعبانه، اتخيلوا الساعه كم، الكلام ده الساعه 3 صباحا، حبوبه تعبانه. قالت والله تعبانه شويه وما نكذب عليكي. و فالبن المؤمن ما بعرف شنو، خلاص قلت حبوبه دي مالكم انتوا ماتت؟ قالوا لي ما ماتت لكن يعني تعبانه شديد يعني خلاص يعني. فانا هنا خلاص ما عرفت ابكي شنو، ابكي عشان شنو؟ ابكي عشان حبوبه اللي ما حشوفه تاني، اللي ابكي عشان على حالنا اللي نحن ما قادرين نمشي نسلم على اهلنا
ولو حصل شيء زاد احنا حنعمل شنو يا جماعه؟ بس دعواتكم ان ربنا يصلح حال البلد ويوقف الحرب. العمل دمار يعني، شتت الناس ودمر يعني. بس الوحده ما عارفه تبكي على شنو، تخلي شنو. فربنا يجبر بخاطر الجميع، وربنا يصلح حال بلدنا ويصلح حال. عشان كذا شفتوا ما بحب اطلع في يعني ما بحب اطلع عليكم في الفيديوهات اللي هو شنو ما ظابطه يعني. ما بحب انه اقلب المواجع وبكي الناس معاي وزهج الناس معاي. فصراحه ما اكذب عليكم، دخلت في حاله كده صعبه شديده. ربنا يهون على الناس، ربنا يرحم. يعني كم بنوزه بيكتبوا انه ابها فقدوا اهاليهم في الحرب وهم بعاد. ربنا يرحمهم، ربنا يصبركم، ربنا يقويكم، ربنا يعني يوقف الحرب. ربنا بس كده يعني زي ما بيقولوا بقدرة رب العالمين الحرب دي تقيف، الناس ترجع بيوتها. يا جماعة الناس تعبانة شديد، تعبانة شديد. فما بالكم نحن مغتربين وقاعدين في بيوتنا وحالتنا النفسية كده بسبب الحاصل في السودان. وما بالكم هم الناس اللي خلت بيوت كمية من الناس قاعد يموتوا قهر، كمية من الناس جاتهم أزمة ما عارفة سكت قلبية، وكمية من الناس جاتهم زبحة. إحنا في بلدنا في الشمالية كتار جدا اللي ماتوا بزبحة. فوالله ما عارفة أقول لكم شنو، لكن ده الحاصل يعني، ده الحاصل إنه الوحدة مرات بتطلع يعني. ما بتقدر تتحكم على نفسك في النهاية، إحنا كلنا بشر. أكذب عليكم، أطلع عليكم، أو أتونس معاكم وجواي مثلا لا أنا ما دي ما دلال دي ما ده ما لا. يعني الوحدة زيكم مرات بيجينا حالات بنزعل بنبكي، مودنا بيتغير. فربنا يصلح الحال ونرجع زي زمان، وبلدنا يرجع زي زمان يا رب العالمين، والناس ترجع بيوتها، وربنا يرحم كل الماتوا، وربنا يدينا الصحة والعافية وحبوبة ربنا يطمننا عليها يا رب العالمين. رب يا رب. بس يعني خايفة والله ما أكذب عليكم، خايفة كل مرة بخاف أفتح تليفوني أشوف رسالة. إن شاء الله حاجيكم قريب في فيديوهات جديدة بإذن الله.